هلو شباب، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع لعبة كلاش اوف كلانس ومع مسح تحدي ملكة عصور الظلام. اذا هذا التحدي اللي جاب لنا سوبرسيل في هذا الشهر هذا هو تحدي صعب نوعا ما. اذا كاين بزاف ديال الفيديوهات على مسح هذا التحدي. اليوم جبت لكم طريقة جديدة سهلة. اذا تنوضعوا ريدج ما بين المونوليث، وطبعا ثلاثة ديال البالونات على كل مونوليث. اذا الجهة الاخرى كذلك نفس الشيء، ريج وستة بالونات. اذا غنبداو الهجوم ديالنا من هذه الزاوية. تنوضعو اذا تعويدة الهياكل العظمية، يعني كما تتشاهدوا في هذه الزاوية عدة دفاعات بما فيهم ثلاثة ديال الملوك. اذا صعب جدا. اذا تنوضعو مفرقع سور، تنوضعو الملكة متبوعة بالهيلر اذا وصائدات الملوك باش يساعدوها انها تقتل الملوك في هذه الزاويه هذه. اذا كما تتشاهدوا من بعد ما تتخلصنا من ابراج السهام، اذا تنوضعوا ريج على الملكه وتنوضعوا جميد على البطله الملكيه. اذا كما تتشاهدوا الملكه تتكمل المسار ديالها بسهوله وتدمر لنا جميع الدفاعات في هذه الزاويه. اذا مفرقع سور اخر طبعا الدعم تيخرج، تنوضعو عليه سم. اذا نرجعو لهاد الزاوية الاخرى، تنوضعو كذلك تعويدة الهياكل العظمية، مفرقع سور، تنوضعو الملك طبعا، ومن الجهة الاخرى تنوضعو كذلك البطلة الملكية باش تخلصنا من المنجنيق. اذا كما تتشاهدو الملك تنفعلو الخاصية ديالو طبعا باش يستمر، وتنوضعو كذلك سحر الهياكل العظمية على القوس. إذن ومن هذه الزاوية الأخرى تنوضعو باقي التنانين مع الأمير. إذن كما تنشاهدو إذن الهجوم غادي بشكل اللي هو ممتاز. الملكة كما تنشاهدو ما زالت تكافح. إذن الهدف ديالنا أنها تقتلنا على الأقل الملكة اللي بدك الزاوية المتبقية. كما تتشاهدوا الهياكل العظمية على المنجنيق كذلك باش تشغلو نوعا ما. اذا التجميد على المونوليث. اذا ما بقى لنا الا زاوية اخيرة. كما تتشاهدوا المسح غادي بشكل اللي هو جميل. اذا الملكة خدنا الملكة، ولكن مازال عندنا الملك والامير والتنانين. اذا يمكننا نقول بأن التحدي اكتمل، تم المسح. اذا هذا نتمنى تعجبكم هذه الطريقة. اذا باش نأكدوا هذا الهجوم غنعاودوه بقرية اخرى. اذا هنا هجوم نفس الاستراتيجية بقرية اخرى. اذا نفس الشيء، الريج مع بالونات اللي تخلصنا من لي مونوليث اللي في هذا الزاوية. اذا غادي تشاهدوا بان نفس الاستراتيجية تنعاود نكررها. اذا غادي يختلف لنا غير الملوك، الموت ديال الملوك. اذا كما شفنا ديك الهجوم متنا الملكة، بينما الملك بقى على قيد الحياة. اذا طبعا التحدي يحتاج قليل من التركيز، يحتاج سرعة في بعض الاداءات. اذا كما تشاهدوا نفس الشيء، نفس الاستراتيجيه، الملكه تتحاول تخلصنا من الدفاعات الموجوده في هذه الزاويه. اذا ونكملوا اذا المشاهده ديال مسح التحدي. اذا ان البطلة الملكية تتمر مباشرة للمنجنيق بعكس الهجوم الاول.
لكن تنفقدوا الملك هنا في هذه الحالة. كما شفتوا حتى هنايا الملكة قامت بالدور ديالها وقضت لنا على آخر ملكة في هذا التصميم. إذن تقريبا نفس الاستراتيجية مشات بنفس الطريقة مع اختلاف بسيط. إذن هنا عاشنا الأمير مع البطلة الملكية بينما فقدنا الملك والملكة. اذا نتمنى تلقى هذه الحلقه الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.